11/1/2012 أصوات إطلاق رصاص كثيف بصورة قوات الأمن الشبيحة المحاصرة للحي منذ أكثر من 5 أيام يمنع الدخول والخروج من وإلى الحي. سقط حتى الآن شهيدين، الشهيد عبد المنان شق حمي والشهيد عبد المؤمن يحيى مندم، وهناك حوالي 10 جرحى، جراح بعضهم خطيرة لا يمكن إخراجهم خارج الحي ولا يمكن إسعافهم بسبب الحصار. كل من يخرج خارج الحي يقتل ويطلق عليه رصاص القناصة. القناصة تحاصر الحي من كافة الجهات، من جهة القلعة التي أصبح سكنة عسكرية، ومن جهة بناء المهندسين، ومن جهة المدرسة الملكية التي وهذا ما يحيط تمام بحي من كافة الجهات. يسمعون الآن أصوات إطلاق الرصاص الكثيف، بعضها من رشاشات وبعضها من بنادق وبعضها من مدرعات. المنطقة التي في خلفي هي مدخل إلى ساحة الزاوية، ومنها دائما يحاولون أن يلجوا إلى هذه الساحة لإيقاف التظاهرات.